والله اوكي يا جماعه، هيك بكون وصلنا لعند الشركه، فخلينا نشوف شو المفاجاه الحلوه اللي عم احضر لها. فاليوم التاريخ 21 سبتمبر وبكره 22 سبتمبر، اظن هالتاريخ معروف لكم 22 سبتمبر شو رح ينزل، فمخبي كثير مفاجاه حلوه لجيهان. خلينا نروح على الشركه هلا. يا جماعة أنا هلأ هون بشركة التليفونات والاتصالات، آيفون 15 برو ماكس بكرة رح ينزل، بكرة رح يكون متاح في الأسواق، وخليكم معنا. وهي المفاجأة كتير، هلأ بحكي لكم إيش صار معي بالضبط. هذول هن كل الآيفونات الموجودة حاليا، كلهم 14 و13 والموديلات الثانية، بس ال 15 لسه ما في، يعني بكرة رح يكون موجود. حلو، يا اوفر ايفون 15 برو ماكس. 15 يا اكويتد هات مورغان اوف يا ما توكن زين ما اكويت ني اوس كان يكفوف ني بستل اوف ني كان ني بستانز ات اوف اوف اوفر لا يعني بس اصلا اوفر من بري اوردر من وقت يبقى باس فور ان ويك ذا 26 فون في ما قبل Morgen gaat niet in de winkel. Ja, niet met dezelfde, niet met dezelfde voorwaarden. Hè? Met wat dan? Ja, ik heb niet vragen. Ja, de probleem is, ik moet zondag vluchten. Dat is het probleem. Ja, vliegen, ja. Ja, alles. Oké. Wat? Oké. اوكي ميرسي. يا جماعه مثل ما شفتوا صرنا نحكي وهيك عن الموضوع لانه الايفون رح ينزل بكره. كافة الاحوال هو قال لي نحن ما فينا نعمل طلبيه من اليوم من المحل، يعني من المكتب من المركز. في عندك حلين، يا تجي بكره وبيكون بكره الايفون متاح في المحل تاخده وتشتريه، او توصيه اونلاين. فانا قلت لهم انا رح اسافر بعد كم يوم، ونحن رح نسافر بعد كم يوم على دبي، فلهذا السبب فما بعرف. يعني قال لي بكره احتمال يكون في تغيرات بالامور وهيك، فقال لي للافضل انه تيجي بكره. اذا انا ما فيني وصي اونلاين، لانه ليش؟ اذا وصي اونلاين رح يروح 3-4 ايام لبين ما تصلني الايفون، فانا مجبور اشتريه من المحل يعني. فقال لي تعال بكره وبيكون الايفون متاح وبنشوف العروض والاوفر المتاحه لك. فالمهم بس المهم نحن اخذنا فكره، فخليكم معنا وبكره رح نرجع على المحل ونشوف اذا رح يكون الايفون 15 برو ماكس من نصيب جيهان ولا لا. صباح الخير يا جماعه، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا جماعه اليوم هو اليوم الثاني، فايق من الصبح بكير. هلا رح اقول لكم ايش صار معي بالضبط امبارح بالليل. يا جماعه لحد امبارح بالليل قبل الساعه 12 الايفونات ال 15 برو ماكس كانوا متاحه على الاونلاين وبهيك اسعار مثلا كذا كذا كذا. فبعد ما قلبت الساعة وفتنا بال 22 بالشهر يوم اللي بده ينزل فيه التليفونات، شفت على الاونلاين التليفونات ولا وحدة متاحة، يعني كل شيء منباع. انا هون اكلت الصدمة انه ما في ولا تليفون فيني اشتريه اونلاين، فانا خفت كتير. والصبح يعني انا ما بعرف هداك ايش حكى معي، ويعني يعني وليش التليفونات خلصوا. فاليوم الصبح فقت بكير وحاولت اتصل بالمركز وحكيت معهم. هلا اول شيء الموظف رد علي، انا اليوم الصبح فقدت الامل نهائيا، المحل صار له فاتح نص ساعه، المحلات يعني صار لهم فاتحين نص ساعه، وانا اتصلت بالمركز ردوا علي المركز الرئيسي قال لي لحتى امبارح كانوا موجودين بس اليوم خلص. فوقت قالوا لي اليوم خلص انا قلت يعني شو يعني ما عاد في، يعني ما توقعت انه يعني بيوم واحد يخلص كل شيء. فقال لي انه كان موجود، وانا قلت له طيب اذا اروح على المحل هلا موجود على المحلات؟ اول شيء قال لي لا، قلت له كل الفروع؟ قال لي لا. قلت له طيب انا ما عاد فيني اشتري من عندكم ايفون؟ قال لي ثواني اشوف. المهم غاب عن التليفون شيء شغله 5 دقائق 10 دقائق، بعدين قال لي سوري على الاونلاين خلصوا، بس بالمحلات متاحة، بس يا تلحق يا ما تلحق لأنه حسب في كميات محدودة بالمحلات. فيعني أنا يعني ما توقعت أو ماني متوقع أنه يخلص، وما بعرف يعني المحل بيفتح الساعة 10 وأنا فقت الساعة 9،
ولبين ما طلعت من البيت وهيك ووصل على المحل يعني بروح تقريبا 45 دقيقة. يعني ما بعرف معقول ب 45 دقيقة الناس تشتري كل الايفون. هلا انا شايف فيديوهات واعلانات مثلا على بامريكا او بمكان تاني بيكون عم بينطروا بالدور وهيك، بس يعني ما توقعت انه هو نفس الشيء. قالوا يا جماعة خليكم معي هلا رايح على مركز هون بدي اشوف ان شاء الله نلاقي ان شاء الله ان شاء الله، فخليكم معنا وشوف شو راح يصير معنا. انا هلا هون بالمحل وواقف هون عندنا بالدور فمستني يجي دوري، بس ليش ما بعرف انه قلبي حاسسني انه ما في ما بعرف، فرح نشوف اذا جيهان لسه عنده حظ اذا بقيان ولا لا. المشكله ليش انا متوتر وخايف؟ لانه نحن بعد بكره مسافرين وهون ما راح يكون موجود اذا ما في، خاصه لبعد اسبوع او اسبوعين ما في. حتى شاف لي بكل المحلات انه بعد اسبوع وعشرة ايام. يا الله. طيب ما بعرف، انا في عندي هون احتمال واحد بس بقيان، بدي اشوف عن محل تاني يعني مو نفس المركز، يعني محل شركة تانية شوف اذا بقيان عندهم فيه ولا لا. يعني ما توقعت انه بظرف ساعة ما بعرف او ما بيبيعوا والله ما فهمت يعني، فخلينا اشوف نجرب اخر تجربة واخر حظ لنا يا جماعة. كأنه شوي شوي عم نفقد الامل. عم نفقد الامل شوي شوي يعني عم ادور عند الكارفور عند محلات الابل، صرت عم ادق على اماكن تانية. المشكلة الكل عم بيقول لي انه لازم كنت عامل اوردر طلبية، يعني اول شيء هن رح يبيعوا للي عاملين اوردر بعدين رح يبيعوا العام، ومن هون ورايح ما فيني اعمل اوردر. هلو كوي ميداك سخيك مت سيوار بلال. Goedendag, ik heb een vraag over de iPhone 15 Pro Max. Is die toch beschikbaar in de winkel of nee? Ja, de iPhone 15 Pro Max. Ja. Momenteel hebben we geen vrije orders of vrije voorraad meer van de 15 Pro Max. We zijn volledig uit onderzoek. Ah, weet je wanneer kan ik, ja, het gaat beschikbaar zijn? Nee. Ik raad u aan sowieso om te bestellen, ja. Want dan bent u gewoon zeker dat u het telefoon eigenlijk hebt. We hebben heel veel momenteel pre-orders op de iPhone 14 Pro Max'en, dus de oplage is op dit moment een beetje beperkt. Ik vermoed dat de komende dagen er wel nog telefoons gaan binnenkomen, maar zoals ik al zei, er is een vrij grote lijst voor de Pro Max'en. Ah, oké. Oké, ça va, merci, dankjewel. Dag. Ja, dankjewel. العمى شو هاد؟ والله العظيم استغربت، ما توقعت لهالدرجة. معناته عن جد وقت بأمريكا عم بيهجموا بعض وقت بطلع التليفون، معناته مزبوط. وأنا ما توقعت نهائيا، بتعرفوا صرت دائق لكم محل من عدد المحلات اللي رايح له، فما بعرف شو بدي أعمل. والفيديو اللي صورته والإنترو وكل شيء، بصراحة أنا ما كان عندي يعني معلومات إنه لازم أعمل بري أوردر، يعني وقت الشباب والله ما بعرف. يلا الكل عم بيقول لي يعني لاكتوبر، يعني قال لي شيء بعد 10 ايام، فما بعرف. رح اوقف الفيديو هون، فما بعرف اذا هذا الفيديو رح ينتشر ولا لا، او رح نضيفه على شيء مقطع فيديو تاني، او رح اكمل فيديو بمكان تاني. ما بعرف اذا رحنا على الامارات اذا نفس الشيء ولا لا، فرح اخلي هذا الفيديو ونشوف شو راح يصير بعدين. ما عن جد ما بعرف، ما عاد صرت اعرف احكي. وهيك بكون وصلت قدام البيت، جاي على الطريق عم بفكر انه كل هذا الشيء اللي صورته وكل التعب اللي تعبته يعني معقول هيك يروح سدى؟ فعم تجيني فكره شيطانيه، بس نفس الوقت عم بزعل على جيهان، عم بقول حرام. بس لا، بما انه اولته واخرته رح اشتري له الايفون 15 برو ماكس، فهذا الشيء اللي صورته ما عم بعرف وين بدي احطه. ففكرت انه فكره شيطانيه انه
بس حرام. بس لا خلص هعمل فيها لانه هي كمان عملت فيني كثير قصص، فعم بفكر اروح اجيب عند اخوها لجيهان علبه الايفون 14 برو ماكس، العلبه لسه جديده، واعمل لها هيك ديباجه حلوه. هو ما بعرف اذا مكتوب عليها 14 ولا لا، ولا بس كاتبين ايفون، فما ماني متاكد. فالمهم يعني هي ردت الفعل، راح اقول لها لجيهان ايفون 15 برو ماكس. المهم ف يعني والله العظيم جيهان ما عم بسخى فيكي، بس على نفس الوقت يعني والله انا تعبت كتير وعم بدور وهيك. المهم بالاخير بعد ما تشوفي الفيديو جيهان بالكامل بالبدايه ايش صار معي، فما رح تزعلي مني اذا عملت فيكي هذا المقلب. يا صباح الخير، يا صباح الخير. سيار شنو هالمفاجاه؟ هلا شو عربه يا جماعه؟ شفت فريز ماكرونيا؟ يو قد شكله حلو. عمي زرعوا فريز كمان. ايه زرعنا فيه واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة شتلات جيهان. الجوار هلا شو بدك بالفريز؟ والدنيا الدنيا طبلانة، الدنيا مولعة، الدنيا شغالة، خربانة الدنيا، الناس عم تركض من هون ولهنيك. عن جد؟ مشكلة تبع شو يعني؟ ليش عم تركض؟ لك مو اليوم 22 بالشهر؟ كذبة نيسان. لا بمزح معك، غير شي فايقه من النوم. بس لا عن جد صحصحه، انت فايقه من النوم وانا والعالم عم نركض ونعمل. وين كنت صحي؟ وين عم بتدور كل الصبحيات انت؟ وين عم بتروح سوار؟ موعد معكو؟ مواعيد خاصه حبيبي. والله اصدقك يعني؟ لا بتصدقيني؟ ما بعرف، بس عن جد عن جد خربان الدنيا اليوم جيهان. انا ما توقعت لدرجه انه انا ما توقعت ايش عم بيصير برا. انا اللي خربان الدنيا عندي بالزور، فقت من النوم بالزور لانه اتينا كانت دوم تقلب حالها بالليل وما خلتني نام منيح. ما بعرف ايش كان صاير لك، عم تفي دائما، فما نمت منيح. لما فقت ما كنت حابه فيه من النوم، بس قال لي في ايه في في بسرعه. تعال قلت له صح صح هون على بالجنينه، اكيد لازم اتمكيج لانه كنت ورمانه كثير. ومحضر لك شكلي كتير حلو حبيبي. عن جد؟ والله شيء كتير حلو. شوفي إلا عم تضحك، شوفي إلا بتعرف. إلا شوفي شيء. لا أنا وإلا غلط. هون أنا وإلا عملنا مع بعض جيهان. لا إلا لا إلا بليز أش بليز. عم تمزح. خلص جيهان إيش بدك؟ ليش عم تخربي كل شيء؟ فجأة شو المناسبة حبيبي؟ هيك فجأة المناسبة. تعي هلا بحكي لك. طيب تعالي معي. مو بردانة مامي؟ لا انتوا معكم احساس؟ نحن ما بنبرد، ما بتبردوا؟ لك انتوا ما فيكم دم، يعني قصدي مو ما فيكم. شوفوا لابسه قطعتين والله، يعني مو ما فيكم دم، يعني بالمعنى بالمعنى المجازي يعني دمكم ضعيف. ضعيف بنحس، يعني انا احساس بنحس ببروده. هاد هاد بردت بتكسري بسرعه. صح. هلا اول شيء لازم نشرح ايش صار. سيور لازم قبل كل طيب مفاجأة. اوكي في مفاجأة من دون مناسبة يعني؟ ما بعرف. انت لازم تعرفي شو هي المناسبة لبين ما تستلمي المفاجأة. استنى اتذكر مناسباتي، ما في مناسبة. عيد زواجنا. مين عيد زواجنا؟ الشهر الثاني. اوه. لك عم بمزح. خلينا هادين ورايقين. ايه خلص، الا هلا لازم نحكي لها لماما. وفي شغلة. متحمسة أكثر. وفي شغلة كمان، الا متحمسة. قال لك ليش؟ لأنه هي قالت إنه أنا بدي أسلم المفاجأة لماما. عن جد؟ يا عمي كتكو. بس الا. Don't say no، اوكي؟ اوكي اوكي. اوكي، أول شيء جيهان خليني أحكي لك اليوم. ليكي. هلا اوكي مر عيد ميلادك صح؟ ايه. وين كنا بعيد ميلادك؟ كنا بلبنان. yeah. وعرفتي ايش صار وما صار، وكان لبكه وعجقه وضغط، ولبين ما عملت لك هيك سربرايز كثير صغير وحلو وكل شيء. وانت بالفيديو، اللي ما شاف الفيديو يا جماعه يروح يشوف، انت قلتي بالفيديو وين الهديه هي وقتها. شوفي فيديو، ركزي بالفيديو ورجعي شوفوا، انتوا كمان روحوا شوفوا. انا قلت لك الهديه خلص بعدين. أيه. ما هيك؟ أيه. اوكي. والمتابعين كثير، والمتابعين كثير بعثوا لي انه لازم تجيب لجيهان هديه. ايه. فهو انا كنت بدي اجيب هديه، بس انا كنت مستني اللحظه المناسبه. فاوكي اول شيء ما راح اطول عليكي بالسيره. المهم الهديه هي بمناسبه عيد ميلادك، بس انا كنت ناطر كرمال شيء. هلا بتعرفي شو هو؟ اول شيء اليوم شو؟ اليوم شو؟ كم بالشهر؟ 22 بالشهر. طيب تقريبا بهالتواريخ، بما انه انت شغاله على السوشيال ميديا وبتعرفي الاخبار والدنيا، يعني 22 بالشهر ايش بيصير مثلا؟ ايش تقريبا بدنا نهايه العالم؟ لا سمح الله. شو بتعرفي السوار اللي بتتابع اخبار؟ يعني ايش بصير في 22 2000 بالشهر 22؟ ما ادري. 22 بالشهر بينزل شيء على السوق جديد،
وانا كنت ناطر 22 بالشهر ليجي مشان الشيء اللي تستلميه اللي ينزل بالسوق تكون باول يوم انت تستلميه. فثواني خلاص اوكي اوكي خليك مروقه وهاديه وريلاكس. الا روحي لجوا بالسحابه جيبي الهديه السربرايز وتعي. ايه سحابه؟ روحي جيبي تبع تحت التلفزيون هاي المغلفه بالبينك. روحي جيبي خبي منيح. هايلا ثواني لا تطالعي اول شيء تعالي قدام الكاميرا. تعالي تعالي لا تخبي. ايوه حطيها هون. اول شيء لازم بتقولي 1 2 قولي سنة. ثواني يطلع شيء بيخوف سيارة. لا لا لك ايش فيك الا انت بتقولي 1 2 3 بعدين تعطيها لماما. اوكي بدي اقولي 1 2 3 غمض عيوني. يلا 1 2 3. تعالي شوي تخفيف. بدك ايش فيك عطر؟ لا شكله سيارة نازل عطر جديد. عطر جديد بالسوق شيء بيكون هذا مو عطر. عطر ما بيكون خفيف. سي هذا سلسال. لك ايش سلسال؟ سلسال ذهب ما ذهب. خلص افتحي يلا ده. افتحي فورا 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 افتحي. لا افتحي فورا بليز جيهان ما تتخمني. خلص افتحي بدي اشوف ردة فعلك. اللي ببالي شو افتحي مو هيك جر 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 افتحيها فورا شقية. اذا عجز لا تطلع الى بين ما تفتحيها. لا تطلع لا تطلع لا تطلع بس قلت لك لا طلعي بس عشان الله. لا اذا عجز اللي ببالي. لا تطلعي لا تطلعي ثواني ثواني لا تطلعي بدي اورجي للكاميرا اول شيء. كيف ما اطلع؟ لا تطلعي الا الا بعد شوي. لا جيهان خلص 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 يا جماعه بسرعة. يلا إلا دا ترجع تعطيك وان. افتحي عينك انت خلاص. 1 2 3 ايفون 15 برو ماكس الجديد اللي نزل على السوق اليوم. تمزح. هذا مو ايفون 15 ايش خفيف. 15 برو ماكس. عم تمزح. لك شوفي هذا ما يروح حماسي لما بيعمل. لا 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 افتحي بس. ليك ليكي انا كنت اجيب لك اللون الابيض بس ما كان جيهان. السوق كله فل 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 فل. ما لقيت ما لقيت والله ما لقيت والله ما لقيت والله ما لقيت والله ما لقيت جيهان والله ما لقيت. تعال الا يا عمي يا عمي عندي جيبي 2015 برو ماكس مو بس 15 قول والله. لك اليوم نزل ليش؟ اليوم 22 بكون بالسوق. جايب لي اول ما نزل على السوق. مبروك. خليني افتح انا. الا بدها تفتح معنا. لا تعي لهون مشان الكاميرا. فجيهان جبت نفس اللون اللي عندك يعني للاسف نفس اللون موجود عندك ال 13 العادي. بس ما كان فيه والله ما كان فيه. كنت اجيب الابيض. يلا 3 2 1 شو هاد حبات؟ قلت لك والله العظيم عرفت عم تمقلبني عم تتزايح والله والله ما مقلبك يا جيهان اقسم بالله عرفت من هالشي ما حبيت افرحك فيه والله العظيم ما مقلبتك. خلص عادي مسامح والله ما مقلبتك. سامح مسامح والله. الا زعلت الا كان مقلب. ما بالك انا هذا مقلب توقعت مقلب حبيبي والله العظيم لو تشوف الفيديو والله المتابعين والدنيا بتشهد على كلامي. خلص ماشي بس شوفي ايش صار معي. لك والله العظيم يعني غريب غريبة. الا تعي تعالي 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 والله بدي اشتري. عادي ما بدي والله بس ليش انه بتعمل لها مفاجاه لانه كنت اشتري ومتحمسني لانه كنت اشتري والله كنت اشتري. شكرا اعتبر اشتريت. لا والله بدي اشتري والله. صدقا أمامك. بس انه عادي عن جد عادي بالنسبه لي جيبه واعطيني اياه هيك خلاص بس انه ما تعمل لي هيك حماس وبالاخير يطلع هذا. صدقا والله والله عادي اعطيك تشوف الفيديو والله اوكي تم صدقتك صادق والله صادق بس انه لك والله انا كان هذا الشعور انه بين انه تحس انه عن جد ايفون 15 وتاخذه وما في جوا فاضي كثير والله بدي اجيب لك بس انت بس تشوفي الفيديو والله العظيم ما راح تلوميني. خلص انا مصدقتك. قال لك ليش ما راح تلوميني؟ لانه صار لي يومين انا عم بركض ورا هذا الموضوع واليوم بتعرفيني انا لو عندي موعد شقد كان موعد مهم ما بفيق الصبح واليوم فقت الصبح بس مشان انطر على الدور واخذ كل شيء. ليش ما اخذت يعني ما بدي لك يا زلمه والله ما توقعت هيك. ما بقيت لك ما بعرف يعني البري اوردر واللي ما في ما
شوفي بشركة أبل قال الناس الموصين أول شيء لازم ياخذوا، أنا ما كنت بعرف هذا الشيء، وما في يعني مو حاطين بالستوك، ما حاطين بالمعرض. ورحت على الكارفور واتصلت ببيز واتصلت بتلينت واتصلت بفناك ورحت عند بروكسيموس. الناس كلها راكضه ورا ايفون 15 برو ماكس. انا ما توقعت والله العظيم ما توقعت انه هيك، يعني كان انه مكتوب انه اونلاين، بس كانوا يقولوا انه 22 بالشهر انه تحطي طلب انه يكون متاح بالاسواق. فانا قلت اوكي ليش لا اوصي اونلاين، خلص بروح وبشتريها وهيك، بلكي مع انه ما لحقنا لانه بتعرفي بكره سبت واحد، فقلت انه اوكي بروح بشتريها، فما طلع الموضوع مو هيك نهائيا. يعني بصراحة أنا هاد أول مرة إنه بدي أشتري آيفون قبل ما ينزل يعني، وأنا هذا الشيء كنت حابب أعمل لك إياه مفاجأة والله يا جماعة حبيبي. ما بعرف أزعل ولا. بس ترجع بتشوف الفيديو والله بتشوف. خلاص سالي سالي يا عمي، خلاص مو فكرت فيه اعتبره إنه فيه آيفون، بس والله والله أنا أول ما فتحته هيك عم بتطلع تذكرت هاد كان تبع. أنا قلت إنه نفس اللون. تبع نفس اللون هذا تبع تليفوني يعني. كنت أجيب العلبة تبع أصدام تبع 14 بس هو أخذه معه على المحل. أيه. العظيم أنا زعلان أكثر منك أقسم بالله. أعتبره والله تعبان. ليش ما في ليش؟ خلاص أعتبره. ما بقول لك والله العظيم ما كان في، والله العظيم ما كان في. خلاص تعبان حد ما يسيبك. اعتبرها اللي اعطيتني وخلص بايدي. خلينا نشوف. والله بدي اجيبها. لا لا بدي اجيبها والله بدي اجيبها. خلص شوف 10 ايام ان شاء الله بالامارات اذا نشوف اذا نحاول. تمام خلص انا مسامحتك سو حطها على طرف خلص اوكي فهمنا، بس انه ليش عملت مالك؟ كان فيك تقول لي جيهان كنت عم خطط للفيديو وحبيت فاجئك بس ما طلع لي. خلص لانه تعبي راح الفاضي، فقلت انه اوكي نكبس. فانا تعمل مقلب فيني. نكبس مقلب بجيهان، انت ياما عملتي فيني مقلب يا جيهان. لك هذا لك يومين عم بركض عم بصور فيديو يومين، ايش بدي اسوي بهالمقطع؟ وين بدي اكبه؟ هذا لعب في المشاعر، شايفة هاي الوردة؟ والله ما شاء الله اللعب في المشاعر وقت انت بتلعب مشاعري وتعمل ايه بس بيني وبينك عم تخيل ايفون اول ما يجي انا والله العظيم انا هاد اللقطة اللي كنت بدي اياها انه توصل لك اياها والله العظيم. انا لسه بيوم عيد ميلادك بيوم عيد ميلادك حكيت مع اخوكي، واخوها بيشتغل مجال التليفونات، حكيت معه قلت له أصدام إيمت بينزل الـ 15 برو ماكس؟ قال لي بين الـ 18 والـ 22 بالشهر بينزل. قلت له إنه أوكي. ف... خلاص أوكي حبيبي خلاص خلاص أعتبره زبطه والله مسامحتك، بس إنه عادي كان إنه ما تعمل لي فيها مقلبك كان عادي. لا معلش مشان تعبي. خلاص مشان تعبي يا جماعة، مشان تعبي ما يروح على الفاضي يعمل فيني مقلب سامح كريم. أوكي جيهان مبروك الشاحن. مبروك عادي. شوف إذا عن جد تعب الموضوع سامحه. زمان لو تعبان عم لفلف اول جيهان بالكومنتات اذا تعبت ولا لا. هلا كل شيء مشي الحال وراضيناك، هلا بين راضي الا الا زعلت ليش زعلت عم تحمسها لا الا ورح نعمل فجاه. انا كنت بدي اشتري لماما بس ما كان فيه والله ما كان فيه. انت بتشوفي فيديو ما كان فيه ايفون، قال لي بعد 10 ايام. يا عمري زعلت على ماما، زعلت كثير. هي شافت عم بغلف وهيك، فانا ما قلت لها انه قلت لها انه هذا ايفون. يا عمري اوكي مسامح، اعطيني هاي فايف. سامحتك انا وبنت خلص. سامحتك سامحتك كثير. هذا ايدي تعبان من الشغل. جيهان وين رايحة؟ ما راح تنهي الفيديو معي؟ طب بس قالوا لهم باي ونمسامح كريم، اكتبوا بالكومنتات. قالوا يا جماعة هيك بكون وصلنا مكان لنهاية فيديو اليوم، فكنت بتمنى الفيديو ما يكون هيك نهايته حزينة. فالمهم يا جماعة بتمنى تسامحوني وتكتبوا لي بالكومنتات مشان جيهان تسامحني، قولوا له انه السوار تعب كثير وخلص سامحيه. والايفون 15 برو ماكس وعد جاي على الطريق ان شاء الله قريبا. ضلوا بخير ونشوفكم بفيديو جديد. باي.